تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مجال التحول الاقتصادي باستحداث آليات جديدة على غرار المؤسسات الناشئة التي حفزت الشباب على الاستثمار في المشاريع المبتكرة، مشاريع ساهمت في التحرر من ريع المحروقات إلى اقتصاد المعرفة. سونيا جاسي. انطلقنا في 2020 ب 200 مؤسسة ناشئة، اليوم رانا في ما يقارب 8000، وألتزم أن العدد سيصل إلى 20000 عن نهاية العهد إن شاء الله. أرقام تشكل معادلة الرئيس عبد المجيد تبون في توسيع مجال المقاولاتية وريادة الأعمال وإنشاء مؤسسات ناشئة، معتمدا على عنصر الشباب المبدع المبتكر والحامل للمشاريع والأفكار المنتجة. في نظام بيئي خصب يشجع على روح الابتكار وتنمية الفكر المقاولاتي، توسعت دائرة الاهتمام بهذا النوع من الممارسة الاقتصادية، وفتحت أبواب الطموحات أمام الشباب والطلبة لتجسيد المسعى ودخول عالم ريادة الأعمال. راه كاين القرار اللي دارتها الوزارة تاع مساعدة المؤسسة الناشئة، واللي راه ينفذوه بداو في التنفيذ تاعه. اي واحد يكون عنده مشروع ولا في راسه يعاونوه بالمساعده سواء ماليه ولا اكاديميه. الجامعه الجزائريه دعم لاصحاب المشاريع التكوينيه لكي من مشروع صغير ننجز مشروع كبير لكي يصير الحلم حقيقه. البحث العلمي هو لحل مشاكل المؤسسات الموجوده، ولما لا الطالب بهذه المشكله يستطيع ان يفتح شركات ناشئه، ويستطيع أن يرد على مشاكل هذه المؤسسات الموجودة، وبالتالي يفتح مجال لفرص الشغل ويساهم في الاقتصاد الوطني. رئيس الجمهورية بنظرته الاستشرافية الحصيفة دعم القطاع الاقتصادي وبصم على كل العوامل التي من شأنها صناعة اقتصاد قوي، ومن بينها إنشاء مؤسسات ناشئة يكون لها الدور في دعم هذا الاقتصاد، موفرا كافة الآليات التشريعية والتنظيمية للدفع بها نحو التميز والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. وصرح في عديد المرات بأن العهد المقبل ستكون عهدة اقتصادية. بطبيعة الحال مكونات الشعب الجزائري 70% من الشباب شباب يتحصل على مؤهلات جامعية مختصة، تم استحداث في هذا السياق مدرسة عليا مختصة بالذكاء الاصطناعي، تم استحداث كذلك وكالات استثمارية تعنى بتمويل جميع المؤسسات المتوسطة والمؤسسات الناشئة. في هذا السياق للجامعة دور إيجابي وفعال. يتواصل المسعى في توسيع حيز وجود هذه المؤسسات، وبعزيمة لا تلين تستمدها من هذه الطاقات الحية التي تفجرت بأفكار وابتكارات. فالطلبة الجامعيون الحاملون لمشاريع واعدة تفتح أمامهم أفاق جديدة مشجعة على البحث والابتكار، لتكون الجامعة الجزائرية حاضنة الأفكار رافدا وخزانا يسهم في تحقيق أحد أهم الالتزامات والتعهدات. عرضت الجزائر الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ودعت طرفي النزاع إلى العمل على تجاوز الصراع بتسوية تنال قبول روسيا وأوكرانيا والتزامهما، وتجسيد إطلاق مسار تفاوضي شامل وبناء يفضي إلى إنهاء الحرب في المنطقة. وذكر عطاف بالاعتبارات التي شكلت بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للوساطة بين طرفي نزاع روسيا وأوكرانيا. جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مساء أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي حول موضوع حفظ السلم والأمن بأوكرانيا. عطاف أكد أن الحرب كبدت الطرفين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وبغرض إنهاء الحرب تدعو الجزائر إلى ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها لتغليب لغة الحوار وتوفير المناخ المناسب لإنجاح أي مبادرة دبلوماسية. نلتئم اليوم والحرب المستعرة في أوكرانيا تشارف عامها الثالث دون أن تلوح في الأفق معالم الحل المنشود،
ودون أن يسجل أدنى تقدم ملموس على درب تهدئة الأوضاع والتخفيف من وطأتها، إن هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للوساطة بين طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا. ومبلغ مقصدنا في ذلك كان ولا يزال البناء على ما يجمع الجزائر بهذين البلدين الصديقين من علاقات متميزة ومتجذرة في أرضية صلبة من الثقة والتفاهم والتعاون. ومن هذا المنظور فإن الجزائر تدعو إلى تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل إطلاق مسار تفاوضي شامل وبناء، مسار يهدف لتحقيق حل سياسي وسلمي للصراع، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا. هذا وكان عطاف قد شارك أمس في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، والذي يجري إلى غاية 30 سبتمبر الجاري تحت شعار العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة. ويسلط الضوء خلال النقاش العام على العديد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للجزائر، على غرار القضية الفلسطينية واستكمال مسار تصفية الاستعمار والمسائل المرتبطة بمختلف التحديات الأمنية والتنموية والبيئية التي تواجهها البشرية بصفة عامة وفضاءات انتماء بلادنا بصفة خاصة. كما شارك أحمد عطاف بنيويورك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد سنويا على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد أعرب وزراء الخارجية العرب عن تضامنهم المطلق ودعمهم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، وحذروا من تداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما أشاد الوزراء العرب في السياق ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي نصرة للقضية الفلسطينية، واتفقوا على انتهاز فرصة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقده المجلس بطلب من الجزائر يوم الجمعة المقبل بغرض حشد المزيد من الدعم الدولي لفائدتها. كما شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمس بنيويورك في طبعة 19 من النقاش الأكاديمي السياسي الذي ينظمه معهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط. وقد سمح هذا النقاش الذي شارك فيه وزراء وشخصيات بارزة من العالم العربي والفضاء الأوروبي، سمح بإجراء تبادل صريح للرؤى حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وآفاق التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية. وخلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمن عطاف ثبات موقف حركة عدم الانحياز في مناصرة القضية الفلسطينية رغم كل الضغوط والمساومات. نسجل ونثمن إسهامات حركة عدم الانحياز، هذه حركة وبالرغم من كل الضغوط المساومات التي تعرضت لها تظل وفية لخطها الأصيل وثابتة في مواقفها المبدئية الداعمة والمناصرة للقضية الفلسطينية، وبالخصوص وهذه القضية تمر اليوم بأحلك مرحلة من مراحل تاريخها المعاصر على الإطلاق. أمام وضع كهذا لا نملك خيارا آخر غير مواصلة الجهود وتكثيفها للدفع بأولويات المرحلة الراهنة من وقف إطلاق النار بغزة وتمكين جهود الإغاثة الإنسانية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة الأممية كانت لوزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف لقاءات مع العديد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، حيث التقى بوزير الخارجية للمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. في الحدث الجامعي التحق أمس أزيد من 1,800,000 طالب بمقاعد الجامعات عبر الوطن، وتعد المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية دار القرآن بالعاصمة أحد مرافق جامع الجزائر الصرح الديني والحضري الشامخ والمتخصص فيما بعد التدرج، كانت أمس في الموعد مع افتتاح الموسم الجامعي الجديد. وهبة مزوج. المدرسة الوطنية للعلوم الإسلامية دار القرآن إحدى الهيئات المدمجة بجامع الجزائر، حيث تعنى بتكوين يجمع بين علوم الدين والعلوم الكونية، تستقبل اليوم طلابها. وقد استغرب البعض حضور تخصص الهندسة المعمارية في مدرستنا، فإن اختصار العمارة الإسلامية في بناء الأقواس والقباب واستنساخ كل عمارة تمد بالحنين للماضي ليست سوى نوع آخر من الشيئية التي نسعى لتغييرها في دار القرآن. هذا الصرح العلمي الإسلامي أحد أهم مرافق جامع الجزائر، سخرت له كل الوسائل البداغوجية واللوجستية من أجل تحصيل علمي عالي المستوى. ميزة أخرى من بين ميزات كثيرة أنه مطلوب من طلبة وطالبات دار القرآن أن يستكملوا حفظ القرآن الكريم في الخمس سنوات، في السنوات الخمس ما تتميز به هذه المؤسسة. كذلك أن طلبتها مشروط عليهم هذه الإقامة الداخلية، كل ذلك حرصا على أن تهيئ كل الأجواء وكل الشروط من أجل أن يقضوا هذه الفترة التكوينية في أحسن الظروف الممكنة. بين الجامع الكبير ومؤسسات التعليم العالي الأخرى تكامل تعاون من أجل أن نعطي للتعليم العالي في مختلف فروعه وشعبه وخاصة في العلوم الإسلامية. المدرسة العليا للعلوم الإسلامية منارة علمية يتخرج منها العلماء المقتدرون والمتشبعون بأسس وقيم المرجعية الوطنية الجامعة. تحت شعار محطات خالدة لذاكرة وطنية رائدة وإحياء لذكرى استشهاد القائد الرمز غود يوسف سنة 1956، وبالمناسبة نظم المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر بالعاصمة ندوة تاريخية بإشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا، الذي أكد أن التضحيات الخالدة لشهداء الجزائر تمنحنا دوما العزيمة والإصرار والقوة والتماسك والتلاحم من أجل الحفاظ على وحدة الوطن، حتى تبقى الجزائر متحفزة بطموحاتها ومؤمنة بمستقبلها وسيدة في قرارها. تتكرر البطولات وتتتابع الملاحم في تاريخ ثورتنا المجيدة التي نخلد ذكراها اليوم لنحاكي ذكرى الأبطال الأشاوس. إن ذكراك سيدي أحمد وذكرى كل شهداء الجزائر ستظل حية وحاضرة في ذاكرتنا وخالدة في وجدان الأجيال من بعدنا، وإننا ماضون نحو صون الوطن الذي أسست لغده أنت وكل الشرفاء البررة على قيم البذل والعطاء ومناصرة الحق.
ضمن جهود التكفل بالمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مخيم الداخلة للاجئين الصحراويين، وصلت صبيحة أمس فرق الإغاثة التضامنية حاملة مساعدات مادية للأشقاء الصحراويين، فيما تم تسخير إمكانات بشرية ولوجستية لمساعدة ساكنة المخيم. عمار تواجين. تتواصل القوافل الإغاثية التضامنية مع أشقائنا الصحراويين، تلك القوافل المنظمة من طرف السلطات الولائية والجيش الوطني الشعبي، هبة تضامنية إغاثية شهدتها مخيم اللاجئين الصحراويين مخيم الداخلة هنا، حيث عوامل ومشاهد التضامن الجزائري مع أشقائهم الصحراوي باذية في كل أرجاء هذا المخيم. لتشق هذه القوافل الإغاثية طريقها لتسلم إلى السلطات الصحراوية، والتي عبرت عن امتنانها بسرعة استجابة الجزائر للوقوف مع الشعب الصحراوي بهذا المخيم. هذه المحنة ستمر بدون شك وستمر بسلام، وستمر وكأنها لم تحدث بحكم الموقف المساند والداعم للجزائر الشقيقة الموجودين بين ظهرانها، واللي ما بخلت أي شيء في كل المساعدات، سواء تعلق الأمر منها بالجانب الطبي أو التغذوي أو التدريسي أو التعليمي أو الغذاء إلى آخره، في كل شيء في الجزائر موجودة وحاضرة. نحن جد فخور بهذه المبادرة، وفي الحقيقة لم نتفاجأ بها لشيء ألفناه، وقبل أن نوجه نداء للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات تأتي السلطات بعين المكان وتقوم بما ينبغي أن يقوم به من واجب. هذا ألفناه، ليست المرة الأولى من الجزائر ومن الشعب الجزائري. هي جملة من الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة دعما للأشقاء الصحراويين. مجرد ما أن أخفرنا بهذا العمل هذا وبهذه الأضرار التي نجمت، كان تنقلنا يوم أمس بصفة مستعجلة ومحملين بعدة مساعدات المتعلقة بالتدخل الاستعجالي لاحتواء الوضع. وبناء على اللقاء الذي أجريناه مع السيد معالي وزير الداخلية للجمهورية العربية الصحراوية، عبر عن عدة احتياجات، وبالتالي طبقا كذلك للتوجيهات سواء القيادة المدنية والعسكرية، كنا سقنا أمس قافلة تتحمل بكل المستلزمات التي طلبها الأشقاء. تم التدخل من طرف مديريه الاشغال العموميه بالتنسيق مع الحمايه المدنيه وباقي المصالح على التدخل الى يعني في مخيمات اللاجئين الداخله، وتم تخصيص يعني عديد الاليات الحمد لله، وصلوا شاحنات من بينها 12 اليه، وذلك لتسهيل عمليه تنقل الاشخاص وبازاله الاوحال وكذا تسهيل الطريق. حيث تم التحكم في الوضع من خلال مخطط استعجالي سطرته الحكومات الصحراويه. دوليا، يتواصل التصعيد الصهيوني على لبنان، حيث شن طيرانه الحربي الليلة الماضية المزيد من الغارات الجوية المكثفة مستهدفا عدة مناطق منها بلدة سعديات جنوب لبنان. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أزيد من 569 شهيدا وأكثر من 1835 جريحا حسب حصيلة مرشحة للارتفاع. يحدث هذا في ظل موجة نزوح كبيرة نحو بيروت والقرى الجبلية ومخاوف من توسع نطاق الحرب في المنطقة. في تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، تواصل آلة الحرب الصهيونية فظائعها في شتى أنحاء القطاع، مرتكبة مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا أمس وسط وجنوب القطاع، فيما استشهد 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون في قصف صهيوني عنيف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى 9 شهداء وأصيب العشرات في سلسلة غارات استهدفت منازل بخان يونس، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الصهيونية على حملات الاقتحام والاعتقال بعدة مدن وبلدات بالضفة الغربية. في الرياضة وفي كرة القدم، استكملت أمس مباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة، حيث حقق فريق مولودية وهران بداية موسم موفقة بفوزه على ضيف شبيبة الساورة بنتيجة 2 دون رد بملعب ميلود هدفي بوهران لحساب مباراة متأخرة عن الجولة.
وسجل هدفي الحمراوي كل من اللاعب كمال بلبلود ضد مرماه في الدقيقة 10 وأحمد كروم في الدقيقة 77 بعد عودة الحكم بلال سلطاني إلى تقنية تحكيم الفيديو المساعد الفار. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.